تقدموا هذه الوقفه الاحتجاجيه، شو هي المطالب ديالكم؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الكاتب المحلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد المكتب محمد قصاط، يعني المكتب المحلي لسائقي الطاكسيات الصغيره بخريبقه، نعم، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نعم. من خلال هذه الوقفه، اولا رجات يعني بعد عده وقفات، يعني النضال اللي هو كان مستمر منذ انشاء هذا المكتب الحديث، وهذه كنشيروا ليها يعني بكل الحاح، نظرا للظروف. شحال العمر ديالو؟ يعني في عمر ديالو، يعني في شهر 6 2012 المكتب فاش تنشا، على اساس هذه الفوضى وهذا الفساد وهذا العبث اللي كيجري في قطاع سياره الاجره. يعني بالنسبه للسائقين، هذا مكتب خاص بالسائقين اللي هما مؤهلين باش يكونوا مهنيين، لان احنا غادي في الاطار ديال تاهيل هذه المهنه وفي اطار ديال التقنين ديالها، لهذا جات هذه الوقفه للتعبير بوضوح وبشفافيه على المطالب ديالنا، لان احنا في هذا القطاع راه كنقول بانه صفر حقوق، وكم واجبات. راه علينا الواجبات بزاف ولكن الحقوق راه هي قليله. تلاحظ بان الوقفه تتحمل شعارات قويه، اولا من ضمنها تتهضروا على الرشوه، وتنعرفوا الرشوه راه ملف، يعني ملف كبير واللي تتحاربوا حكومه بلكيران، وانتم تتنضوا تحت اللواء ديالها. بالنسبه لل انا السؤال ديالي، انا بغيتك تعطيني توضيحات، بغيتك واش عندكم شي ملفات بالنسبه عندكم شي مرتاشين، عطينا اسماء ديالهم. بالنسبه باش نوضح انه في اطار انضواء تحت حزب العداله والتنميه، هذا شرف. كذلك بانه كنبغي نشير بانه في استقلاليه، راه عندنا الاستقلاليه ديالنا، راه بالنسبه للنقابه ككل ولا المكتب راه كاينه استقلاليه، والناس راه ما كاينش اللي كيلزمنا ان نديروا كذا ولا نديروا هذه، راه كاينه استقلاليه تامه بين الحزب وبين النقابه. وكما قلت، هذا الشرف لنا اننا ان تكون عندنا هذه الشراكه في الاستقلاليه مع حزب العداله والتنميه، اللي هو حمل شعار ديال الفساد، محاربه الفساد، وكذلك اقتصاد الريع. حنا كنسجلوا في هذه المساله ان الملف الاول اللي كنا ترناه ومشينا فيه بعيد، وهو المساله ديال الشواهد الطبيه، راه ثبت بالملموس بانه فضحنا بانه شهاده طبيه كتعطى بالمحسوبيه والزبونيه وبالمحاباه. لهذا كان ثبت يعني في السنه 2013 انه تم اثبات يعني حصول احد ضحايا حادثه سير على واحد شهاده طبيه مشبوهه، اللي تثبت بانه في القضاء، يعني عن طريق التحقيق عند الشرطه القضائيه وكذلك عند السيد وكيل المالي وفي المحكمه، بانه فعلا هناك خرق لادبيات المهنه ديال الطب. واش ما نعتبروش حاله نشاز غير حاله واحده؟ هي ليست حاله نشاز، احنا راه وقفنا على مجموعه ديال الحالات، ولكن هذه هي الحاله اللي كان فيها الاثبات. احنا نعم. ما كنهضروش بلا اثبات. نعم. هذه حاله كان فيها اثبات ووقفنا عليه وفضحناها. نعم. يعني هذه المساله هذه احنا كنقولوا ما تبقاش تكرر، لانها مرتبطه بوضعيه اجتماعيه ديال سائق اللي هو موراه عائله، وبالنظر لان داك الاجر اللي كيصور من هذيك من سياره الاجره راه ضعيف. هاد المساله نبغي نشير لها مزيان، باش راه حنا نادينا باش عير بتحكيم الضمير، داك الضحيه يعطيوه اللي كيستحق، وحنا كذلك يحرصوا على اننا يعني ما نتنالوش. راه كاين مساله ادهى من هذا، راه كاين الناس اللي غيتعرضوا بسبب ديك الشهاده اللي فوق 21 اليوم للسجن، راه يعني للحبس، يعني راه كاين قانون كيقول بان الشهاده فوق اذا كانوا جوج ديال الناس اللي هما في حاله نزاع. اذا تتوجهوا الخطاب اليوم في الوقفه للاطباء مباشره؟ مباشره، جهات اخرى مباشره الاطباء. احنا راه كنا على الرخص هنا، بالنسبه لسحب الرخص السياقه، رخص السياقه. بغيتك تهضر معايا بوضوح. بوضوح، راه بالنسبه لهذا المشكل ديال سحب رخص السياقه راه كتوقع فيه بزاف ديال الحوايج. يعني مثلا احنا بعدا بغينا ما يبقاش الاحتفاظ بعدا بهذه الرخصات، لان مرتبطه بالعمل، يعني مرتبطه يعني راه ما يمكنش دابا انسان موظف كيسوق السياره ديالو الا وقعت له حادثه غادي تسحب ليه رخصه السياقه، ماشي مشكل، غيمشي للعمل ديالو في سياره اجره او لا اي وسيله. ولكن بالنسبه للسائق راه هذاك مصدر ديال العيش ديالو راه لا توقف المطالب على العمل. اختصار المطالب في نقاط، يعني المطالب قلنا بان رخصه السياقه ما تبقاش تحتفظ بها، وراه كاينه الضمانات الكافيه باش انه هذاك السيد يمتثل قدام القضاء، راه كاينه ضمانات كافيه، راها يعني احنا نمشيو الابعد من ذلك، راه نقدروا نحطوا حتى ضمانه ماليه.
ما عندناش اشكال. على المهم الا تشدت لنا ديك رخصه السياقه يتعطانا وصل، كانت تبقى عندنا راه حنا خدامين، مهم تحت الضمانات. بالنسبه هذا مطلب استعجالي، هذا راه يعني الاخوان كلهم واقفين عليه، هذا راه ما يمكنناش نتسناو فيه يعني لا مدى متوسط او بعيد، هذا استعجالي. راه كنقولوا بان كما قرروا الاخوان بان راه الاسبوع القادم راه غادي تكون في محطه نضاليه بخصوص هذه المساله هذه. النقطه الثانيه كما قلنا كنوجهوا بالنسبه كما ذكرنا الشواهد الطبيه تكون بنزاهه وتحكيم الضمير المهني. بالنسبه للنقطه اللي هي حتى هي كذلك كبيره، هي بالنسبه للسائقين المهنيين القدامى، حنا كنطالبوا راه بالمناسبه خرجت يعني رخص اللي هي مأذونيات جديده اللي خرجت كاينه في العماله دابا، يعني ربما العدد اللي قالوا لنا يعني في الشؤون الاقتصاديه هو 8، يعني كنقولوا بان هاد 8 راه يمكن انها تنقد لنا واحد يعني 16 سائق، يعني راهم جوج غاديين يتشاركوا في وحده راها مزيانه يعني. وكذلك هاد 8 تنقولوا راه ما كافياش، يعني المدينه راه كتسع، يعني 8 غير لسائقي الطاكسيه، تما كاين ناس اخرين مستافدين. لا دابا هاد 8 راه باقي مستافدين منهم ناس اللي هما ماشي سائقين. المهم كاينين الناس لانه راه في ظروف ديال السياره الملكيه، انه يعني هبه ملكيه راه يعني اختصار الاخ كريم. يعني بالنسبه لهاد النقطه الثانيه كذلك رخص الثقه، بالنسبه لرخص الثقه حنا كنبغيو تحصين هذا المجال هذا، يعني يتحصن باش تعود رخصه الثقه تكون تعطى يعني بواحد المراقبه اللي تكون هي يعني عن كتب اللي يعني لتفعيل الشروط اللي كاين في القانون ديال الحصول على ديك الرخصه الثقه، يعني يعني المهم تكون شروط، يعني كاينه فيها شروط اللي هي مضبوطه خاصها ضروري توفر. النقطة كما قلنا الملف المطلبي اللي هو محلي كذلك وبإلحاح هو ديال العقود النموذجية، يعني كاينين عندنا مهنيين اللي هما حاملين البطاقة المهنية أنهم راه دابا كتسحب منهم دوك المأذونيات ديالهم، يعني غيضيعوا تاهما في رزقهم، يعني خاص استمرار هذه الحالة التعاقدية في إطار العقد النموذجي لأن كتوفر فيهم كاع الشروط. هذه تقريبا يعني المعضلات الكبرى اللي هي محليه، بالاضافه الى بالنسبه للملف المطلبي اللي هو وطني، راه حنا في اطار المركزيات ديالنا راه حنا كاين حوار اجتماعي في هذا الشان هذا، راه حنا كنحرصوا على تعديل ديال مدونه السير باش تكون كتناسب المهنيين، وبالنسبه كذلك لتحرير القطاع اللي خاص يعني عندنا حنا راه تابعين لوزاره الداخليه وفي نفس الوقت تابعين لوزاره النقل، راه خاص يكون واحد التوحيد ديال يعني ديال المصدر. شكرا لك الاخ على سعه الصدر. كذلك بالنسبه للقضاء.